من استديو صيف البحرين أصبح عليكم مشاهدينا في حلقة بداية الأسبوع حلقة الأحد. راح نكون معكم ساعة الهوى بالراح ننقل لكم فقرات حلوة جهزها لنا أكيد فريق الإعداد. لكن في البداية أقول حق زميلي صباح الأحد. صباح النور إيمان. الأحد بداية الأسبوع صح، يعني دائما شوي حماسة شوي لأننا راجعين من ويكند. أيوة. عندنا طاقة صح. أكيد حياكم الله متابعين برنامج صيف البحرين. حلقتنا اليوم خفيفة ومتنوعة وإن شاء الله تكون مفيدة لصباح يوم الأحد. ودائما فاطمة الضاعن في يوم الأحد تحط لنا عجيب وغريب. إيه خلينا نشوف مشاهدينا فقرة إيه. غريب عجيب نشوف المكان الغريب اللي بيعرفونا عليه فريق الإعداد وبالتحديد زميلتنا فاطمة الضاعن في هذا التقرير. خلينا نشوف. الدجاج الأسود الإندونيسي واللي يطلق عليه دجاج أيام سيماني، حيث أن أيام في اللغة الإندونيسية تعني دجاج وسيماني تعني اللون الأسود، ويطلق عليه أيضا دجاج اللامبرغيني نظرا لقيمته المادية العالية وثمنه الباهظ وشكله المميز كسيارة لامبرغيني. يعتبر أيام سيماني هو أغرب وأغلى وأندر أنواع الدجاج في العالم، حيث يتميز بلونه الأسود من الداخل والخارج، وكل شيء في هذا الدجاج لونه أسود بلا استثناء، فجلده وريشه ومنقاره ولسانه وأظافره وحتى لحمه وعظامه لونهم أسود، أما دمه فهو أحمر. أما عن الطعام فيتميز بمذاقه الطيب والشهي، وهو أيضا غالي السعر حيث يصل سعره في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2500 دولار، أي ما يزيد عن ثمن بقرة. وليس ذلك فقط، فهو رمز الثراء والقوة، حيث يخصص هذا النوع من الدجاج للنساء الحوامل لاحتواء لحمة على نسبة عالية من الحديد، وأيضا يعتبر علاج صيني قديم. عودة مشاهدينا، شكرا لفاطمة الضاعن على هذا التقرير. نرجع نبتدي فقراتنا. من أهم وأبرز تحضيراتنا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك هو العناية بالبشرة، وخلال هذه الفترة هناك توجد كثير للعناية المنزلية بتحضيرات أدوات سهلة في متناول الجميع، لكن من المهم الانتباه للخطوات الصحيحة لتجنب حدوث أداة للبشرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع راح يكون معنا الدكتور وسام خليل العضريض، استشاري الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي. صباح الخير دكتور. صباحكم الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك. الله يسلمكم. سعيد جدا اكون معاكم ان نبتدي الاسبوع ان شاء الله في حلقه حلوه من صيف البحرين. احنا اللي سعيدين وياك دكتور. اليوم قاعد نتكلم عن موضوع مهم، خصوصا يعني بقى ايام قليله يمكن على عيد الاضحى، ودائما البنات يهتمون في العنايه بالبشره، لكن اكثر شيء يمكن اللي قاعد نلاحظه في الفتره الاخيره ان البنات قاموا يلجؤون يشوفون الفيديوهات اللي يمكن يشوفونها في السوشيال ميديا حق المشاهير بخصوص هذه الخلطات. دكتور شنو اكثر الامور اللي قاعد تشوفها انت كدكتور من وجهه نظرك في الخلطات اللي صارت منتشرة، وهاي الخلطات ما تكون طبية؟ صحيح، هذه يعني فيها إشكال شوي، يعني طبعا في الزين وفي المو زين. صح. ودائما الواحد إذا يحكم عقله في إنه شنو يستخدم من خلطات سواء كانت طبيعية أو إنه مثلا مبتكرة من قبل الشخص، يعني مهم إن إحنا نلاحظ إنه مو كل شيء يناسب الكل. صح. يعني مثلا إذا رواد السوشيال ميديا حطوا إنه يعني مثلا بعض الخلطات اللي ناسبتهم ممكن ما تناسب الأشخاص الثانية، ممكن تطلع حرار، ممكن يصير فيها يعني مثلا حتى أذى إلى البشرة، ساعات إنه مثلا ممكن تكون حارقة وتسبب تقشير، إنه ممكن إنه يزيد طين بلة. الحين يبون يحسنون الوجه. صح. لكن بعدين يترك آثار وبعدين لازم يجونا عشان نصلحه للأسف. دكتور شلون الواحد يتأكد إن هذه الخلطات تكون مناسبة له، بما أنت تكلمت إنه في السوشيال ميديا توتوريالز مثل ما نقول إحنا. yes. وكله يعني معلومات في كل مكان، سواء في الانستغرام في السوشيال ميديا اليوتيوب، والبنات مثل ما تعرف انت يحبون يسوون سيرش ويلا نطبق. اكيد. فشلون تتاكد الخلطات هذه والله تكون مناسبه لك؟ شوف شلون، اذا مثلا الواحد بيجرب هذه الخلطات او انه يبي يجتهد شخصيا بحيث انه يجرب بعض الاشياء، عاد لازم انه يجربها على منطقه صغيره. انزين. ولازم يكون الجلد اللي بيستعمل عليه مثلا الاختبار يكون نفس المنطقه اللي راح انه يحط عليها المستحضر اللي هو قاعد يحاول انه يسوي. يعني مثلا احنا ما نقدر، يعني نقدر لحد ما، بس لكن الافضل اذا بنحط شيء على الوجه مثلا انه نحط مثلا وراء الاذن مكان، او يعني مكان على الوجه، يعني فمنطقه صغيره عشان نتاكد من سلامه هذا الموضوع بحيث انه ما ياثر بشكل سلبي. مثلا شلون
يعني بعض الحالات اللي يجون العيادة كان مثلاً مستخدمين ماسك الدارسين. الدارسين مادة حارقة، حتى مثل إذا تكون موجودة في بعض الأكلات يعني تكون لاذعة، فإنه كان يعني حرق الله لا يراويك اللي كان موجود على الوجه يعني. أو إنه مثلاً الحين في تقنية جديدة إن نستخدم بعض الخلطات اللي تحتوي على الخل. الخل إنه مثلاً ينحط على الوجه هذا حمض، فممكن يسبب تقشير وممكن ان الاثار نتم الى فتره طويله، يسبب ندوب ويسبب حروق، يسبب حروق وبعدين انه مثل تصبغات ونحتاج ان نعالجها بشكل يعني مثل دقيق بعد. للاسف يعني دكتور وايد في خلطات، يعني اكيد لو بنذكر من اليوم لباكر ما بتكفينا حلقه واحده، لكن شنو الخلطات اللي تشوفها منتشره وهي تكون طبيعيه وامنه؟ انت كطبيب بتعرف ان هاي خلطات ما لها مضار على البشره. طبعا انا بحاول قدر المستطاع لان هذا طبعا يعتبر حتى مو بطب بديل، هذا مثلا اجتهادات شخصيه، بس الاشياء اللي شفت ان مثل معظم الاشخاص استعملوها وما كان في منها مشكله الخلطات اللي تحتوي على الشوفان، الكروب، العسل، البيض، بس الطبيعيه، الطبيعية من غير مستحضرات من غير مستحضرات، يعني لان اذا بنحط فيها اشياء انها تكون حارقه او ان مثلا ان نستعمل فيها ان سكراب، يعني مثلا في بعض الاشخاص انه يضيفون اشياء انها تكون شوي ان تسوي سكراب يعني حق نفس مثلا الشكر نفس الملح، بس هذه بالفعل ان ساعاتنا ممكن تؤدي الى شيء سيء يعني. دكتور نسمة تكلمت ان موضوع بعض الخلطات تسبب يعني ضرر، شنو هي الخلطات الطبية اللي أنت تنصح فيها اللي تكون مثلاً نطبقها في البيت؟ الحين إحنا قاعد نتكلم عن المجال، فطبعاً السوق والصيدليات والشركات شركات الأدوية لا حصر إلى الأشياء اللي موجودة، بس إن في خطوات رئيسية اللي ممكن الشخص إنه يستعملها بحيث إنه تؤدي إلى نتيجة طيبة. مثلاً شنو؟ احنا نحتاج مكونات رئيسيه الى استعمالها، يعني مثلا في برنامج اليومي للحفاظ على البشره نفس شنو غسول انه يكون انه لطيف مو كلش انه يكون حارق، والبشرات المختلفه طبعا انها تختلف بين شنو اللي بيناسبها. انه بعدين نحط كريمات الترطيب، كريمات الترطيب ممكن ان ساعات يكون فيها مواد محفزه، انا انصح انه يكون فيها مثلا مشتق فيتامين الف لكريتينول او يعني شيء من هالقبيل، لانه يساعد على تنظيم تقشير البشره ويعني مثل صقر المسام، ويساعد على انه يعطينا بشره نظره وحيويه. بالاضافه الى الفيتامينات مثلا في عندك فيتامين سي، فيتامين اي، هذه طبعا في بعد يعني بعض الشركات اللي ينتجونها مكملات وتكون من ضمن الـ يعني مثلا هذه التوجه بحيث انها تكون خلطات آمنة ومناسبة إلى البشرات. جميل يعني. هاي بالنسبة للي يمكن الخلطات اللي تقدر أي بنية أو حتى أي شاب يستعملها في البيت وتكون آمنة عليه بالخصوص الطبي. دكتور يعني يمكن الحين في حالة بعض البنات بحكم يعني تعرف هذه الأوضاع الراهنة، في بنات الحين تتخوف إن يزورون العيادة، يخافون للحين فيحاولون يطبقون بعض الأمور اللي تشوفونها، لكن شنو الشيء لو في بعض الحبوب طلعت في الوجه، فشو الأشياء الطبية اللي ممكن ياخذونها من الصيدليات ومتوفرة وما تأثر عليهم دالة يجون حق الاشياء اللي ممكن تاثر؟ ان شاء الله عليهم. طبعا الحين اذا يروحون الصيدليه الصياد لساعات انه مثل عندهم بعد اجتهادات بحيث انه يقولون شنو اللي ممكن يستخدم يعني بيكون مناسب حق الحرق، بس مو كل شيء يكون مناسب. دكتور جوجل مهم ان نعرف انه مو باللي يعني ما عنده شهاده دكتور صح. جوجل هاي لازم احنا نركز على هالنقطه. دكتور جوجل ما عنده شهاده ترى زين، فيعني شنو ان اشياء ان تحتوي على مقشرات ان تكون خفيفه لطيفه مو بان تسبب اشياء سيئه، نفس مثلا ماده الادابلين وعندنا مستحضرين يعني موجود فيهم الادابلين انه يكون كلش خفيف، مثلا يعني دفرين او الحين في شيء اسمه ابيدوو اللي معه بنزل بيروكسيد، فيكون يعني مثلا مادتين في ماده بيكون بعد زين. في عندنا يعني بعد الاشياء اللي نفس الازليك اسيد اللي هو نفس المستحضر اسمه سكينورين، هذه بعد ممتاز. ومعظم ترى يعني ليش انا قاعد مو قاعد اروج حق هاي الشركات، بس لسان الحال يقول لك ان معظم الاشخاص اللي يجونا العياده يكونون اوريدي استخدموا بعض الاشياء من نفسهم، وبالتالي ان احنا ناخذهم النيجاتيف فيهم بين اللي يصير احنا ناخذهم حق الخطوه الثانيه. فهذه الاشياء انه يكون غسول، يعني مثلا الحين في عده شركات صح. موجوده الحين ان حتى الشخص لما يجينا العياده انه يقول انا دكتور احترت عندنا يمكن 15 نوع اي هو بيكون مناسب لي. وترى حتى مثل اذا يروح المريض الى او المريضه الى الطبيب يعني بيكون في شويه ترايل اند ايرور، يعني انه بيكون يمكن استخدم شيء بعدين بيجي بيقول انه ما ناسبني ترى هذا الشيء، فلو ممكن ان نسوي اشياء ثانيه. فعشان كذي انه يكون
يعني مثل جلسات المتابعة مهمة، زيارة الطبيب مهمة، التشخيص هو المهم اللي بعده راح يمكن يحتم عليه شنو الأمور اللي يقدر يستعملها. يمكن هذه النقطة كنت بتوسع فيها وأكلمك فيها دكتور، موضوع اللي كل شخص ساعات أنت منتج ينفع لك من شخص ثاني ما ينفع لك، ممكن مو من المنتج أو يعني يناسبك ولكن ما يناسب شخص ثاني. فأنت قلت الحين دكتور جوجل مو في الحاسب المفروض، فحتى الصيدليات خلينا نتكلم كموضوع الصيدليات، إن أنا بروح الصيدلية أخذ أروح أسأل، أنا يمكن أبغى في المشاهد بعد لما يروح الصيدلية بيسأل يبي شيء حق كذي، يبي شيء حق كذي، شلون الشخص دي يتأكد أن ترى يعني هذا المنتج زين؟ لازم يعني بعد يبحث، فوين وين يبحث، وين يعرف المعلومة أن هذه المنتج زين؟ يروح إلى السايت مال المنتج. أوكي. يعني مثلا إذا أحد بيكون كلش مجتهد في ذا الموضوع أنه شاف أن عدة أنواع فيروح إلى السايت مال المنتج. إحنا معظمنا إحنا الأطباء أنه يعني الحين صار في الاستشارات اللي أونلاين. أيوة. أو حتى مثلا أدفايس أونلاين، أنه مو بشرط أنه يكون استشارة أنه مدفوعة. صح. أنه يعني معظمنا إحنا صرنا الحين أنه إذا في أي شيء أنه نقدر أنه نساعد فيه، واحنا بعدنا ساعاتنا يعني اذا كنا في الصيدليه او شيء بعد يلجؤون الاشخاص لانه يسالون، بس ان اذا على المستوى الشخصي ان طبعا الصيدلي بعد هو شخص مسؤول. صح. فما بيختار شيء مو بزين حق المريض، غير ان اذا الشخص يبي يبحث عنه خلي يقرا الانجريدينتس، خلى مثلا يشوف شوي على السيرش، على يعني كل واحد عنده سمارت فون انه شوي انه يقرا عنه قبل لا انه ياخذه، ويشوف انه شنو يعني ملائمة هذا المنتج إلى الشيء اللي هو طالبه. يعني دكتور ذكرت شغلة مهمة، ويمكن أنت من الدكاترة اللي فعلًا قاعد تقدم يمكن خلينا نقول النصايح عبر يمكن تطبيق الأونلاين أو الزوم أو غيره من هالأمور. نعم. شو الأكثر الأسئلة اللي تتردد عليك دكتور خلال هذه الفترة مع ارتفاع يمكن درجة حرارة الشمس والصيف وأشعة الشمس؟ فشو أكثر الأمور اللي تتردد عليك بالأونلاين؟ خلا أقول لك إن شنو كانت قبل وشنو صارت كانت قبل إن شنو اللي نستخدمه حق أيادينا، يعني يدنا صارت الحين متقرحة، نجافة بسبب المعقمات، بسبب الـ يعني القفازات. صح. بسبب هذه الأشياء. فالحين إنه مرينا إنه يعني مثل شوي إنه صار في أريحية في إن الشخص يطلع وإنه يتخذ الاحتياطات، وإنه لازم إنه مثل إنه يسوي السوشيال ديستانسينج كل هذا. فشنو إنه شنو بيكون الأنسب حق إنه استخدام واقي شمس؟ يعني شلون نحط واقي الشمس؟ عشان مثلا احد يقول لنا حطينا واقي الشمس لكن بعد اسمرينا انه فاعاده وضعه مهمه، يعني كل تقريبا ان نص ساعه كل 90 دقيقه او ساعتين المفروض يعاد وضعه، خاصه إن اذا شخص انه في محيط مائي، برج، بحر. صح. فهذه الاشياء اللي معظمها تي، بس طبعا الطابع التجميلي بعد لا زال موجود ان شنو نستخدم حق بش، نفس الاشياء اللي موضوع حديث الفقره اليوم. يمكن حتى لما نتكلم عن التان تكلمنا من فتره عن موضوع بعد التان، وش قد ان الناس هاي الفتره تقريبا يعني 90% منهم كلهم يسألون عن التان، يعني حتى فقرتنا للتان يعني الناس تتفاعل مع. صحيح. هذه المواضيع، فكلمني في هالفتره يعني شو تحس الناس تفاعلهم معاك، ونصيحتك يمكن النصيحة الأولى لهم في هذه الفترة. طبعاً معظم الأشخاص اللي يرتادون العيادة عارفين إن إحنا طبعاً كأطباء جلدية مستحيل إن يعني ننصح. كل الأطباء يقولون. رغم ذي كلها بعد الناس كلها يعني رغم إن كل طبيب يقول إن ترى لا تسوون تحن. لا تسوون. يأثر عليك على المدى البعيد، لأن يمكن إحنا ما نشوف أثر على هذه الفترة. لو حتى مثلاً يعني شيء غريب إن يعني بعض الأشخاص إن حتى يروحون إلى رواد السوشيال ميديا نفس الحين مثلا ان اللي ضارب جدا بوتيكات. كل فنان او فاشينيستا او احد حتى من الاولاد يعني الرجال ان عندهم في their choices tanning solutions واشياء من هالقبيل. انا مو اشوف شلون ان مثلا التان ان عاده يدل على ان الشخص قضى وقت سعيد، فانا ما عندي مشكله في هذا الموضوع. لكن كل شيء عاد بالعقل محدود. يعني مثل مو لدرجه انه يصير عندنا حروق، وخاصه على الحروق التفقعيه يعني البلسترينج سان بيرنز، هذه لانه يعني لازم يحترز الشخص منها. لان شلون ان ساعات نكتسب الجلد يعني يعني سوء او يعني مثل دامج الى الحمض النووي يكون تراكمي، فما يبين آثاره في الوقت اللي الشخص قاعد سعيد بالتان ماله وهاللون، لا، إنه تظهر عليه في العقد يعني مثل
50 او يعني مثل من عمره، بحيث ان تجمعت كل هذه يعني مثل الضربات الى الحمض النووي بحيث انه ما يقدر يصلح نفسه، فتنتج لنا الاثار مالت يعني مثل هذا الدامج او الاكتينوكيراتوسيس او يعني حتى ساعات انه الاورام الجلديه. فكل شيء بالعقل زين. يعني دكتور المشكله مو بس الحين في التال، المشكله انه قاموا يسوون خلطات خاصه فيهم. صحيح. يعني للاسف يقول لك مثلا يمكسون اشياء، يعني يمكن احنا نستغرب انه اذا حطينا ذي المكس مع ذي ممكن نستعملها كتال. يعني في ناس تستعمل ايدين يمكن حق التان ويمكن والله عصير الجزر، والله عصير الجزر بالايدين، يعني في اشياء غريبه يمكن يحطونها على البشره. لكن انت كطبيب يعني دكتور شو الحالات اللي مرت عليك يمكن في الخلطات اللي حق التان وكانت فعلا سببت يمكن اذى كبير حق بشره الشخص؟ يمكن الزيوت يعني مثل صعبه جدا ان في ناس انه يحطون بدل ما يحطون واقي الشمس يقوموا يحطون تانينج لوشن، او انه بعد يمكن شويه اشياء ان اجتهادات شخصيه انه يحطون بعض الزيوت انزين انه مثل اي شيء عندهم حطوه. فهذه ساعات انه سيء، لان ليش؟ ان حراره الشمس، وبعد احنا الشمس حاره يعني مثل في السيارات على الاقل. صح. ان الحراره توصل الى 50 يعني البلدان المجاوره يمكن حتى في الامارات انا شفت ذاك اليوم ان احد حاط السياره انه تقريبا يعني 57. فان ساعات شلون مو بس ان هي خطره من ناحيه ان تعرض لنا الجلد الى الحروق، وممكن انها تسبب حتى مثلا انسداد في المسام فيصير في شنو بعدنا الحبوب اللي تطلع او كذي، وساعات انه يرفع حراره الجسم بدرجه عاليه جدا. يعني هذه بعد حاله مرت علي انه مثل احد مطرش لي صوره عياله ان الجسم من فوق الى تحت طالع فيه ان نفس الفقاعات الصغيره كلش. انزين فهذه شنو؟ انه صار في احتقان في الغدد العرقيه يسمونها ملياريا كريستالينا، انزين اللي هو يكون احتقانات في الغدد العرقيه على كامل الجسم، فيكون بعدين كانه في هذه اللي كانه يعني فقاعات صغيره حتى لما نمسح عليها ساعات انها من كثر ما هي حساسه تتبطل. فالزيوت هذه يعني وحتى مثل في ناس يستخدمون يعني بعض الكريمات اللي تساعد على مثل رفع حرارة الجلد، يعتقدون أن إذا ارتفعت حرارة الجلد ممكن بصير التان أفضل فبنحرق أزيد. للأسف. يمكن دكتور تكلمنا عن الناس اللي هم رايحين يسوون تان، في ناس هم شغلهم في الشمس، يعني صحيح. هم يعني طبيعة عملهم كل يوم في الشمس، ما يقدر هو يعني يسوي شيء، يعني هذه يعني طريقة حياته وعمله أنه يكون في الشمس. صحيح. ويصير بعض الأمور وحروق وبعض المضاعفات مثلا السلبيه في الجلد، هني شنو تنصحها دايركت للدكتور ولا في امور ثانيه يسويها؟ يعني الوقايه خير من العلاج. فالافضل انه شلون؟ انه على الاقل انه يلبس ملابس واقيه، انه تكون يعني في الحر انه تكون يعني خفيفه وتكون عازله، يعني على الاقل يعني احنا نتكلم عن وضع واقي الشمس، لكن ان العازل اللي يكون يعني كانه نفس خلايق او شيء من هالقبيل بيكون افضل، لانه كانه مو بس انه يعني ما بيخلي ان الاشعه توصل الى الجلد، حتى بي يعني يوزعها قبل لا توصل. فاللي يصير شنو؟ ان اذا صار في حروق وصار في شيء لازم انه يراجع الطبيب، ولازم يكون مهتم في شلون انه يحط واقي الشمس، يلبس اشياء عازله، الكبوس مهم بعد جدا لانه يحمي راسه. اي يحمي راسه، لان احنا يعني خاصه مثلا بالنسبه للرجال انه اذا دائما يكون في نسبه من الصلع فهذه المنطقه مو محميه من يعني اشعه الشمس، بتكون اكثر عرضه للاصابه بالدامج بالسوء اللي ممكن ينتج على الجلد، وبالتالي يعني مثل الاشياء الوخيمه اللي تنتج بعدين. يعني دكتور نصيحتك اكيد للمشاهدين في ختام هالفقره انه يمكن لا تلجؤون حق اي شيء يكون موجود في السوشيال ميديا، يعني اختاروا يمكن الاشياء اللي تكون فعلا طبيه وصحيحه، او تقدرون تستشيرون الاطباء. يعني حضرتك ما شاء الله انا حبيت يمكن الشيء اللي انت مسويه اونلاين، يعني يمكن اي مريض او اي شخص حاب انه يتواصل معك تتواصل معه اذا ما حاب انه يحضر. صحيح. العياده، فالموضوع جدا سهل. نعم. يعني لا تستصعبون الروحه للطبيب، ولا تستصعبون حتى موضوع انكم ترفعون السماعه يعني تتكيسل ترى تبحث. صح. يعني ابسط شيء مهم، لكن مهم انه مثل شوي يشتغلون على مثلا البيرسونال يعني جنرال نوليدج وكذي. حتى ترى الحين في العيادات معظم العيادات المعتمده يعني مثلا لما يدخلون يشيكون حرارتهم، احنا ناخذ استبيان على الشخص، ان كل الاشياء اللي من خلال الفريق الوطني شنو انه ينصح فيها.
وبعدين مثل السوشيال ديستانسينج، كل هذه الاشياء متخذه الحين في العيادات بعين الاعتبار. في عين الاعتبار، بحيث انه ما يصير فيه ان شاء الله باذن الله انتشار للفيروس ان شاء الله. شكرا لك دكتور، نورتنا وما قصرت. يعني دكتور وسام خليل العريض استشاري طبعا طب الجلدي والتجميلي، شكرا لتواجدك وعطيتنا معلومات قيمه خلال هالفتره. شكرا لك، سعيد بلقائكم. شكرا لك. اكيد مشاهدينا خلكم معانا، لكن الحين راح نروح فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات. عودة مشاهدينا، طبعا من أفضل الأخبار اللي سمعناها أن رجعت النوادي الصحية تاريخ 6/8. متحمس يعني أبي أبارك لك. أنا لازم أبارك لك لأن أنت أكثر شخص متحمس. اثنين مبارك لبعض لأن اثنين نتمرن. صح. ويعني شهور كنا نتمرن في البيت، حلوة كانت قاعدة في البيت، حلو كان التمرين في البيت، ولكن في الجيم غير، تعطيك أجواء. صح، الأجواء غير، البيئة غير، بس أكيد ما زلنا بنحافظ طبعاً على يمكن التدابير الاحترازية، وأكيد راح يكون في تباعد اجتماعي. يمكن الكثير من المراكز الرياضية قاعد تحط في بالها هذا الشيء، وقاعد تجهز يمكن الجمات ومراكز الرياضية بحيث إنه ما يكون في يمكن هذا القرب، يكون في تباعد، يكون في نظام معين يمشون عليه. حتى المسابح راح تفتتح إن شاء الله تاريخ 6/8. كلنا مستانسين لأن إحنا كنا ناطرين الصراحة هالخبر، وبس نتمنى إن المشاهدين يأخذون هالموضوع بعين الاعتبار عشان ويركزون على التعليمات عشان تكون يعني الأمور كلها سليمة وكلنا نستانس إن شاء الله. بس إحنا الحين بننتقل حق خالد البستقي، الحين ما فتحوا الجمات، فخلنا نتعرف على تمارين يوم الأحد مع خالد البستقي. صباحكم صيف البحرين، اليوم أجيب لكم تحدي كالعادة، قلت لكم دائما أجيب لكم تحدي عشان تتحدى نفسك. شو بنحتاج اليوم؟ وزن، بليت، وجسمك القوي. خذ لك ورقة وقلم من الحين واكتب التكرارات. بنسوي 5 جولات من 3 تمارين ورا بعض، بنشوف في كم وقت نقدر نخلص هاي الـ5 جولات. حلو؟ بليت ذي تحصله أي مكان، مو غالي، رخيص، وثانياً شيء زينك تشتري شيء وتم عندك على طول. 10 كيلو، 5 كيلو، 15 كيلو، مو مشكلة، بس ما نروح أزيد. أوكي. التمرين نسوي 24 نطة على البليت، عقب بنسوي 15 حركة يسمونها ground to overhead. البليت بطق في الأرض وبي فوق راسك. حلو. عقب بنسوي بليت تابس. خلنا نروح الحين أراكم مثال حق جولة كاملة. حط لك وقت. 3 2 1 ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 خلصت. الحين الحركة الثانية ground to overhead. الوزن عندي 1 2 لاحظ 3، لازم الوزن يطق الارض وفوق راسك. 4 5 6 7 8 9 ظهر سيده طالع قدام. 11 اذا انا مو غلطان. 12 13 14 15. وي النفس راح. اوكي الحركة الثالثة، ركز وياي، شوف يدي وين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هاي خلصنا 12، هاي جولة كاملة. حلو، كم باقي؟ 4. الوقت يمشي، إن لم تقطعه قطعك. تحدى الوقت، تحدى نفسك. معلومة قبل لا أمشي عنكم، في الحركة الثالثة افتح ريلك، اضغط على بطنك قد ما تقدر عساس ما ترقص لي يمين يسار. ليش؟ هاي معناته أنت قاعد
تضغط على الكور وتتحكم في حركة الخصر اللي احنا ما نبي يتحرك وايد. فلاحظ اجين 1 2 3، اضغط رجلك على الارض بعد. يعطيكم الصحة والعافية، واللي يبي يسجل نتيجته وطرش لي وشوف ايش سوى. عودة مشاهدينا، عجبتني صراحة حركة خالد البستقي اللي هي يعني بوش اب هي، ولكن يحرك يده عشان هاي الحركة صعبة علينا اكثر يعني ادفانس هي، بس يعني حلوة يعني بنجربها على كل هالتمارين اللي ما صرتي ادفانس. على بقول لك صار لي فترة قاعدة في البيت يختلف الموضوع. على المندش في فقرتنا الجاية ضمن خطة وزارة الصناعة والتجارة للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الغير قابلة للتحلل، واللي بدأت في مرحلتها الأولى في التقليل من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، واليوم تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية الغير قابلة للتحلل. يسرنا لنا أن نتكلم أكثر حول هذه الموضوع مع الأستاذ علي الحايكي، رئيس المقاييس بإدارة المواصفات بوزارة الصناعة والتجارة. صباح الخير وحياك الله. صباح النور. يا أهلا. يا أهلا يا مرحبا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. يا أستاذ، اليوم موضوعنا مهم، لكن في البداية خلنا نتكلم عن الدور اللي تلعبه طبعا إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في عملية الرقابة يمكن على المنتجات اللي تدخل إلى البحرين. صحيح. إدارة الفحص والمقاييس وزارة الصناعة والتجارة إليها دورين. الدور الأول إحنا نسميه دور الفحص، وهو فحص الذهب وأدوات القياس. الدور الثاني هو المقاييس، وهي الرقابة على المنتجات. طبعاً رقابة على المنتجات الأساسية والضرورية للاستخدام الآدمي أو المستهلك بشكل عام، والرقابة تبدأ من مراحل اللي هي المنافذ كانت الجوية أو البحرية، وتنتهي إلى الأسواق المحلية في مملكة البحرين. خلينا نتكلم يمكن عن أبرز المنتجات اللي تراقبونها بالإدارة. طبعاً نفس ما ذكرنا، المنتجات أساسية وضرورية وكنا نستخدمها، من ضمنها السيارات، الإطارات، المنتجات الكهربائية المنزلية، الإسمنت، المواد البلاستيكية، لعب الأطفال، وتعدد يعني كثير من كل حساسة الأمور إنها أحياناً تكون خطرة إذا يعني فيها خلل ولا شيء. يعني نفس ما تفضلت، خطرة استخدامها كثير، وهذا سبب الرقابة عليها. يعني دكتور أستاذ، ذكرت موضوع يمكن الأمور البلاستيكية والرقابة عليها أكثر، خلينا نتكلم شلون يتم الرقابة على الأمور البلاستيكية في هالجانب. طبعاً حالياً الرقابة تنقسم إلى قسمين، اللي هو يكون على المنافذ نفس ما تفضلنا، وبعدين تكون في الأسواق. طبعاً هذا هو برنامج عمل متكامل بيننا احنا كوزارة صناعة وتجارة وسياحة والإخوان في المجلس الأعلى للبيئة. هاي البرنامج ابتدأ في 2019، تحديداً 25 يوليو 2019 بدأنا نراقب على المنتجات، احنا سميناها المرحلة الأولى، وهي الرقابة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد أو الشوبينج باكس نفس ما نعرفها، أو اللاندري، وعزكم الله أكياس القمامة. طبعا هذه كانت المرحلة الأولى. اليوم احنا دخلنا المرحلة الثانية نفس ما تفضلتون وذكرتون في 25 يونيو 2020. هاي المرحلة انتقلنا فيها إلى سفر المائدة اللي بتكون قابلة للتحلل، طبعا وهذا بالتنسيق مع الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة. طبعا اكيد خلينا نتكلم عن المنتجات البلاستيكيه، شلون شنو الاشتراطات اللي المفروض تكون فيها عشان انتم يعني كرقابه فيها؟ نعم، الاشتراط المهم انه هاي المنتجات تكون قابله للتحلل. هذا الاشتراط الاساسي. طبعا طريقه التحلل ممكن تكون بالطريقه البيولوجيه او تكون بالاكسده. طبعا احنا بالتعاون مع الاخوان في البيئه نعرف أن المنتجين في البحرين ما شاء الله عليهم مصدرون كميات كبيرة إلى الخارج، وأكثر دول الجوار أصلاً كان عندها اشتراط، وهذا الاشتراط كان أن تكون منتجات بلاستيكية قابلة للتحلل. أمس كان الالتزام في هاي الاشتراط للمنتجات المصدرة، اليوم الالتزام للمنتجات المصدرة والمنتجات المحلية. أستاذ، موجود عندنا يمكن موجود عندنا صح، خلنا نتكلم عنه أكثر اليوم، وحتى يمكن على اللوحتين الموجودتين عندنا في الاستوديو. صحيح صحيح. طبعا هاي اللي قدامكم في الاستوديو، هذه الشارة
تبين ان هذا المنتج هو منتج قابل للتحلل ومسجل عند الاخوان في البيئه وضمن الاشتراطات الخاصه بلائحه المنتجات البلاستيكيه. طبعا احنا ممكن نكون عندنا برنامج مع المنتجين والمصنعين، ولكن اهم دورنا الثاني اللي هو الدور التوعوي ان نوعي المستهلك بشكل عام ان هاي المنتج هو المنتج القابل للتحلل، وعلى هالاساس صار هذا الشعار اللي تشوفونه قدامكم موجود العام كان موجود في الاكياس وعزكم الله الاكياس القمامه واللاندري، اليوم بيكون موجود على سفر المائدة البلاستيكية. جميل. استاذ خلينا نتكلم اليوم عن الأثر البيئي لهذا النوع من الرقابة اللي تقومون فيها في هالجانب. طبعا مشكلة المنتجات البلاستيكية ان هي منتجات غير قابلة للتحلل، او اذا كنا دقيقين نقول بطيئة التحلل. يعني الأكياس ممكن أن تروح من 10 إلى 15 سنة، بعض المنتجات ممكن توصل 500 سنة. إحنا اليوم الدراسات أثبتت أن من 25 إلى 30% من الاستخدام المنزلي 30% هي منتجات بلاستيكية. تخيل أن هاي المنتجات غير قابلة للتحلل أو تأخذ مدة طويلة جدا. المخلفات والمدافن المتوفرة عندنا أكثر المنتجات الحالية موجودة هي منتجات بلاستيكية. دراسة أخرى تقول أن المسطحات المائية في 2050 بتكون تقريبا المنتجات البلاستيكية أكثر من الأسماك، فهذه يعني أثر كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك أن إحنا المتسببين في المخلفات البلاستيكية واحنا المتضررين، لان احنا نفس ما نعرف الحياه البحريه والاسماك تاكل المواد البلاستيكيه، صح. واحنا في الاخير بنروح ناكل هاي الاسماك او بتكون من ضمن موجوده على مائدتنا، فمنهم واليهم، فترجع الينا هاي الاثار. استاذ بعد تطبيق هذه المراحل شنو راح ياثر في السوق يعني الامور البلاستيكيه شلون راح تتاثر في السوق عن ناحيه السعر والتوافر حتى؟ اكيد احنا اولا نطمن المستهلكين وعندنا تجربه سابقه مع الاكياس ان السعر ما بيتغير. ستكون السفر موجوده وحاليا موجوده، وما شاء الله عليهم المنتجين في البحرين صنعوا اصلا قبل القرار، او خلينا نقول قبل نفاذ القرار. السفر موجودة، الأسعار ما بتتأثر. إحنا مع الإخوان في البيئة عندنا برنامج واضح، إن كانت ورش وإن كانت لقاءات مع المنتجين، فكسعر أو شح ما بيكون موجود، وهذه التجربة كانت واضحة في 2019 بالنسبة للأكياس، فما في مخافة أن تكون هاي المنتجات مش متوفرة إن شاء الله. يعني صار خلنا نتكلم اليوم كيف ممكن للمواطن أنه يمكن يفرق بين الأمور اللي قابلة للتحلل من غيرها من المنتجات. طبعا هذا العبء إحنا كفريق عمل شلنا عن المستهلك وبينا إليه الشارة الموجودة حاليا واللي تكلمنا عنها. أنت تشوف خلاص صحيح ان هذه المفروض قابله للتحلل، طيب. صحيح. طبعا في برنامج مع الاخوان في البيئه بتكون هاي المصانع عندها رقم تسجيل يونيك نمبر، ومن خلاله بيكون يوضع هاي العلامه على منتج ماله، ومن السهوله انك تعرف ان هذا المنتج قابل للتحلل او لا. حلو. يعني هذه العلامه هي راح تبين بالنسبه حق المواطنين، حق كل شخص حاب انه يعني يشتري هذا النوع من المنتجات. يعني اكيد احنا نشكركم على الجهود اللي قاعد تقومون فيها في حفاظ يمكن على المواطن وعلى البيئه بشكل عام. فنشكر الاستاذ علي الحاكي رئيس المقاييس باداره المواصفات بوزاره الصناعه والتجاره، كل الشكر لك ويعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا فاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات حلقه يوم الاحد من برنامجكم صيف البحر.
رجعنا لك من بعد الفاصل مشاهدينا. فقدان الأسنان من المشاكل الشائعة اللي يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص، فخلع الأسنان يحدث قصوراً في وظيفة الفم وعدم القدرة على أداء مهامه، وإن مرحلة فقدان الأسنان تترتب عليه نتائج كثيرة خطيرة جداً إذا لم تعالج بالطرق الصحيحة. وللتخلص من مشكلة فقدان السن يلجأ الكثير لإجراء عملية زراعة الأسنان التي تعد الحل الأمثل في هالجانب. طبعاً في يمكن حمد في هالشغلة إحنا نبي نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، حول موضوع زراعة الأسنان وأجدد التقنيات المستخدمة فيه. يسعدنا استضافة الدكتور نشوان عدنان السماوي، أخصائي تركيبات وتعويض فوق الزرع. صبحك الله بخير دكتور. صباح الخير. يا هلا ويا مرحبا. هلا بيك. هلا بيك يا سيدي. الموضوع شوية غريب يمكن صح. وفي ناس كثيرة يمكن تتخوف منه، بس في ناس كثيرة تلجأ له، يعني هاي الموضوع لازم نسلط الضوء عليه أكثر. دكتور خلينا نتكلم، لما يتم خلع الأسنان شنو الأمور اللي تترتب عليها هذه العملية؟ هلا عادة بس يصير في فقدان الأسنان عند المريض بيترافق هي مع تغيرات موجودة ببنية الأسنان، بيترافق مع تطاول الأسنان المقابلة لمنطقة الفقد وميلان الأسنان المجاورة لمنطقة الفقد. هذه بيترتب عليه تماس مبكر بالإطباق، بحس إنه المريض إنه أسنانه عم يطخوا تمام. هذا التماس بيسبب خلل على مستوى الإطباق، بينعكس على مستوى مفصل فك الصدغي، بصير في اضطرابات على مستوى مفصل فك الصدغي. فيسبب الألم. فيسبب آلام بالأذن، بسبب آلام كثيرة وآلام مزعجة، أحيانا بتتطور لحد الانتفاخ وحد يعني أمر مزعج. دكتور خلينا نتكلم عن الطرق المتاحة والتقنيات المتاحة في زراعة الأسنان هاي الفترة. هلا طرق التعويض عن الاسنان المفقوده تترتب من تعويضات ثابته بتتمثل باتجاه الجسور التقليديه، تعويضات متحركه اللي بتتمثل بتركيبات او البدلات المتحركه الجزئيه والكامله، واخر شيء هي زراعه الاسنان. هاي الفيديو اللي تكلمنا عليه بالسؤال الاول، شلون بس يصير فقد بالاسنان بصير في تطاول للاسنان المقابله، تطاول الاسنان المقابله وميلان الاسنان المجاوره لمنطقه الفقد اللي بيسبب خلل على مستوى الاطباق. التعويض بيكون هو الحل الأمثل بالزراعة. هلأ في تقنيات جديدة دخلت على مستوى الزراعة اللي هو الحاسوب، تم إدخال الحاسوب بالزراعة من خلال تقنية تسمى السيرجيكال جايد، اللي بيصنع بطريقتين اللي هي الكات كام والثري دي برينتر. السيرجيكال جايد هي أملتنا شغلات ممتازة على مستوى الطبيب على مستوى المريض. مستوى الطبيب قللت له العمل، مدة العمل، وشغلة تانية قللت الأخطاء اللي ممكن يتعرض لها. يعني ابتعد عن البنى التشريحية المهمة مثل العصب مثل الجيب الفكي. على مستوى المريض أملت له إنه العمل يمكن يتم العمل الجراحي. شو طريقة الدكتور يعطيك بلو برينت ولا شنو يعطيك الجهاز دي؟ شنو الطريقة؟ الطريقة هو عبارة عن صور شعاعية، تأخذ صور شعاعية بسيطة بانوراما وصور شعاعية ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D CBCT، ترسل هاي الصور شعاعية للمخبر عن طريق الكمبيوتر طبعا في برنامج خاص بيتم صناعته للجايد الجراحي وفق المعلومات المرسلة للحاسوب. هي معلومات تشريحية مرسلة للحاسوب بحدد لنا الكثافة والطول وحجم الزرعة اللي ممكن نحطها وكثافة العظم الموجود. يعني دكتور خلينا ندخل أكثر في تفاصيل عملية زراعة الأسنان، شلون تتم عملية زراعة الأسنان وهل تختلف يمكن المدة الزمنية من شخص إلى شخص آخر؟ هلا المدة الزمنية مع التقنيات الجديدة ما بتختلف، قلنا إنه المدة هي واحدة بالنسبة للكل بحدود الخمس دقائق، بس تختلف إذا كان عند المريض عدد زرعات أكثر، وبتختلف إذا ترافق مع المريض عمليات جراحية أخرى مثل عملية التطعيم العظمي، فساعتها بتزيد مدة العملية الجراحية وعملية الزراعة. هلا شلون بتتم؟ بتتم على مراحل، أول شيء بنستقبل المريض، بنجري فحص سريري ليله، بعدين نطلب منه فحوصات مخبرية، فحوصات دم، تخثر دم، تراكم السكر، بعدين نجي صور شعاعية اللي حكينا عليها البانوراما والثريدي، بترسل للمخبر، بينعطى للمريض وصفة طبية اللي هي مضاد حيوي مسكن، بياخذها قبل بيومين عمل جراحي، وقت العمل الجراحي بنخدر المريض، بيكون احنا جاهز عندنا هذا السيرجيكال جايد جاي من المخبر، نضعه في فم المريض، بينعمل ثقب محل الزرعات، وبتفوت دريلات معينة وفق أقطار وطول الزرعة اللي نحن محددينها مسبقاً، تنحط الزرعة، بينعطى المريض موعد بعد أسبوع، بتشيك على الزرعات، بعدين موعد بعد شهرين أو أربع شهور حسب كثافة العظم من أجل التعويض النهائي، وضع المشكلة للثة، أخذ الطبعة إرسالها للمخبر،
بعدين التركيب النهائي للمريض. طبعا مو معقول التطور اللي صار في طب الأسنان صح. وتكلمنا يمكن قبل الفقرة عن حتى التخصصات تفرعت وصار في يعني طب جديد في الحلول لكل شيء تقريبا. فخلنا نتكلم يمكن دكتور عن هذه الزراعة، يمكن بعد الزراعة شلون الواحد يقدر يتحمل يعني يتحمل يحافظ عليهم، خلنا نتكلم شلون يحافظ عليهم وطريقة مثلا التنظيفات والألم شلون يتعامل معه بعدين. الزرعة مثل السن العادي تمام، بتنظفها بالطريقة الاعتيادية عن طريق فرشات الأسنان، بس في عادة مرضى الزراعة بيوصل لهم بأجهزة خاصة مثل جهاز الوترجيت، هذا بيستخدم مع التفريش. الوترجيت عبارة عن جهاز في بوكس بنحط فيه مي وبنحط فيه معقم تمام، وبنحط التب عند اللثة تمام، هذا الجهاز بينفث المي فبيدلك اللثة وبيطلع كل شيء أكل بقايا طعام حوالين الزرعة. هلا متى ما طلع الاكل والبقايا الطعام فالزرعه بتكون سليمه وما بتتعرض لالتهاب. هلا الالام عاده الزرعه غير مؤلمه، ما بتكون مؤلمه الا اذا وصلت لمرحله متقدمه من الالتهاب وصار في حركه بالزرعه، وهي المرحله للاسف تترافق مع بنضطر انه نحن نشيل الزرعه. فمشان ما نوصل لهالمرحله لابد من العنايه الفمويه ولابد من المراجعه الدوريه للطبيب كل 6 شهور او كل سنه. عشان يضمن حتى يمكن المريض، عشان إذا طلع شيء يتم تلافيه من البداية. من البداية وما يتعرض يمكن للآلام اللي تكون دائما متأخرة وسبب إنه هو ما لجأ حق الطبيب في أي فترة. يعني دكتور إحنا دائما نعرف إن الأسنان وشكل الأسنان وبياضهم يعطون ثقة عند الشخص، يعني يمكن في أشخاص يعانون من بعض المشاكل في الأسنان دائما نشوف الثقة يمكن عليهم. عندهم صح تأثر عليهم الثقة يمكن تكون عندهم قليلة. في الحالات اللي تمر عليك دكتور يعني يمكن ياك شخص من الحالات اللي مرت عليك أكيد ما شاء الله كثيرة، لكن أكيد في حالات شفتها كان في شيء نفسي يعني مضايقهم، بس من بعد الزراعة حسيت بالعكس النفسية اختلفت، حس يمكن الشخص هاي بثقة أكبر في هالجانب. صحيح. هلأ بنقسم لقسمين هذا الأمر، سواء فقدان الأسنان من الناحية الأمامية أو فقدان الأسنان من الناحية الخلفية. يمكن المريض بهمه أكثر شيء هو فقدان الأسنان من الناحية الأمامية صح. على اعتبار أنه هي منطقة يعني هي الشيء اللي بيعطيك الانطباع الأول مع التواصل مع الشخص اللي مقابلك. فالمريض بس يكون عنده فقد للأسنان الأمامية يعني بيسارع للتعويض عنه، وفي حلول كثيرة بالزراعة من خلال التعويض الفوري. يعني احنا ممكن وصلنا لهالمرحلة ما ننتظر نحن لشهرين أو 4 شهور للتعويض بالمنطقة الأمامية، بنحط الزرعة وبنحط له نحن تعويض مؤقت بوقت العملية، يعني بيطلع المريض من عيادة هو عنده سن جديد ومرتاح. أما بالنسبة للمنطقة الخلفية تحدثنا يمكن على الفيديو شفتي شلون صار في اختلالات على مستوى الأطباق اللي انعكست على المفصل واللي ممكن تنعكس على جهاز هضمي كمان. دكتور شنو الناس اللي ما ينطبق عليهم زراعة الأسنان، يكون عندهم مثلا مرض معين، يكون عندهم مضاعفات معينة، من الناس هذولين اللي ما يصلح لهم أن يكون يسوون زراعة الأسنان ولا ينطبق على الكل؟ لا أكيد في موانع لزراعة الأسنان، مثلا الحوامل هو مانع مؤقت لبعد الحمل. في بعض الأمراض المزمنة الغير مضمونة الغير مضبوطة مثل السكري، إذا كان تراكم السكر عنده فوق 6.5 هذا ممنوع زراعة، إذا خفض تراكم السكر فهذا ممكن نزرع له. بعض المرضى اللي بيكون موضوعين على المعالجة بأدوية الكورتيزون هذا ممنوع عنده. المرضى اللي بيعانوا من الأورام والسرطانات خصوصا الموضوعين على المعالجات الكيماوية والشعاعية. الأشخاص اللي أعمارهم تحت 18، الأشخاص اللي بيعانوا من هشاشة عظام تدخل المناعة بعد هاي أكيد موضوع المناعة موضوع الكورتيزون. الأشخاص اللي بيعانوا من هشاشة عظام بس مو كل المراحل، مرحلة متقدمة منها. التدخين والكحول، هاي التدخين والكحول في اختلاف في المدارس، في مدارس بتمنع الزراعة وفي مدارس بتقلك لا. نحن بندرس حالة المريض، بنشوف مدى العناية الفموية ومدى البيئة الفموية الموجودة عند المريض، وعلى أساسها بيقرر الطبيب للزراعة. يمكن دكتور كثير من المشاهدين الحين قاعد يتابعونا ويبون يعرفون آلام ما بعد عملية الزراعة بالنسبة حق الشخص، هل تكون آلام يعني متحملة الشخص يقدر يتحملها، ولا ممكن ياخذون حبوب مسكنات عشان يقدرون مثلا يقدر يخف عليهم الآلام؟ هلا طبعا بالمراحل الأولى بالبدايات كانت الزراعة تتم بعملية يعني بجراحة، يعني عبارة عن شق للثة وتبعيد للثة وجراحة، فهي اللي بتترافق فيها مع آلام. هلا مع التقنيات الجديدة اللي حكينا عنها مع السيرجيكال جايد، هي عبارة صارت مثل ثقب صغير، شلون عملية التنظير ثقب صغير تنحط الزرعة، فالألم يكاد لا يذكر، يعني يمكن يحتاج ياخذ مسكن يمكن ما يحتاج. حلو. فالتقنيات الجديدة وفرت كثير على وفرت عليهم يعني وفرت يعني المشقة خففت الآلام. أكيد. دكتور يمكن أنت أكيد يعني عملت كثير من الزراعات، شلون تشوف ردة فعلهم فعل المريض بعد ما تتغير أسنانه، وشلون تشوف فعاليتها كثيرة يعني
بالنسبة لك رأيك إيش قاعد تشوف فعالياته؟ طبعاً يعني أنت بس يكون عندك مريض مثلاً فاقد كامل أسنانه ومثلاً مركب تعويض متحرك وتعويض المتحرك بيسبب له صعوبات على مستوى النطق قرحات وكذا، وأنت تيجي تعمل له تعويض ثابت عن طريق الزراعة فهيكون في فرق كبير بالنسبة له، وهيكون يعني هو حس حاله أنه كأنه مولد من جديد أو طلع له أسنان جديدة. دكتور، في بعض الشائعات تقول يمكن مع الزراعة يسبب تلف يمكن في اللثة، من بعد الزراعة ممكن السن يتآكل، فهل هذه الإشاعات صحيحة ولا فقط إشاعات يعني تظهر في هالمجال؟ هلا الشيء المغلوط عند الناس إنه فكر إنه الزرعة لا تتعرض لأمراض على اعتبار إنه هي مصنوعة من التيتانيوم، هذا على العكس. الزرعة هو شيء مدخل للجسم يجب العناية فيه بشكل كأنه طبيعي وزيادة عن طريق جهاز الوترجت اللي حكينا عنه. فإنه ممكن تتعرض للفشل، ممكن تتعرض للفشل. الفشل طبعا بينقسم لقسمين، فشل على مستوى العمل الجراحي بيكون بالبداية بيكون سببه الكادر الجراحي الطبيب اللي حط الزرعة، طبعا هذا تخفف عن طريق تقنية الفشل الثاني بيكون بعد وضع الزرعة بالعناية. هي بيكون مسؤولية المريض، لازم عناية فموية من طريق الفرشاة عن طريق الوترجت ومتابعة دورية عند الطبيب من 6 شهور لسنة، كل 6 شهور أو سنة لازم يعمل مراجعة حتى إذا صار أي التهاب يقدر الطبيب يوقف الالتهاب بالمراحل الأولى ما يضطر أنه توصل لمراحل متقدمة. يمكن كنت أضيف على هاي النقطة اللي قالت إيمان مهمة، موضوع الالتهاب ممكن أنه هل مرت حالات عندك أنه يكون متوافر في كل الشروط وسويت له زراعة وكان مهتم فيهم ولكن الالتهاب يعني دخل فيه وما يمكن الجسم ما تقبل الأسنان، هل ممكن تحدث هاي الأمور؟ هي بالمراحل الأولى صحيح، ممكن تحدث. نسبة الفشل معروفة، نسبة النجاح عالية للزراعة تفوق 98%، كل شيء فيه له نسبة فشل. نسبة الفشل بالنسبة للزرعات بحدود 2% أو أقل، قد يعني بالمرحلة الأولى وقت وضع الزرعة أنه بعد أسبوع تفشل زرعة أو بعد شهر تفشل زرعة عادي، بتنشال ننتظر فترة ونرجع نزرع. يعني تقدر تسوي مرة مرتين وتجرب وتشوف. أكيد أكيد أكيد، بس هي النسبة كثير قليلة ونادرة جدا. يعني دكتور، يمكن شنو أول سؤال يتردد على المريض يذكره دائما من يلجأ حق التشخيص من الطبيب المختص على عملية زراعة الأسنان؟ شنو أكثر الأسئلة اللي ممكن توتره كمريض؟ يعني هل تحس إن في أسئلة ممكن أنت كطبيب تستغرب منها؟ لأن أنا دائما أشوف يمكن بعض الأشخاص يكتبون إن هل ممكن يأثر عليه سلبا، هل شكل ابتسامة راح تتغير، هل راح يكون الألم متواصل؟ شنو أكثر الأمور أو الأسئلة اللي تتردد عليه؟ هلا الشيء الشائع الموجود اللي عم يتداول على السوشيال ميديا انه ممكن يسبب امراض سرطانيه، فهذا الشائع. طبعا هو الزرعه مصنوعه من خليطه التيتانيوم المغطاه بمواد معالجه بمواد معينه اللي بيصير فيها اندماج عظمي، يعني الزرعه بحد ذاتها العظم بيدخل لجوا الخليطه من جوا، يعني بيكون العظم متشابك مع الزرعه. المريض اول خوفنا انه ممكن انه هذا الجسم غريب فايت على العظم عندي، ممكن يسبب لي اي مشاكل، يعني ممكن يسبب لي سرطان، ممكن لا ما بيسبب اي شيء. هاي دراسات على مئات السنين صارت واثبتت نجاحها، وهي على فكره هي الزرعه مصنوعه من خليطه التيتانيوم، هي نفس المواد اللي تستخدم في الصفائح عند الكسور، بس يصير في كسر ويصير في حوادث ويتم وضع صفيحه لتجبير الكسور، هي نفس المواد، فهي آمنة وسليمة وما بتساوي شيء. يعني كلامك دكتور يمكن يتجاوب على أسئلة الكثيرين اللي يتوترون ويخافون يقولون والله يمكن تطلع في آلام، يمكن تطلع في أعراض، بس كلامك رد عليهم إنه بالعكس ما في أي شيء سبب ممكن. أتوقع اللي فاقد أسنانه ما أعتقد، يعني أحس إنه بيفكر في الخوف لكن بيفكر في النتيجة النهائية بعدين شلون بيكون. أكيد يعني أكيد. بالنسبة له هو هاي الشيء الأهم. نعم صحيح. أكيد دكتور صحيح. معلومات وايد مهمة، نتمنى لك التوفيق، وأكيد معلومات تهم المشاهدين، ويمكن في ناس تفتكر أن هاي يعني لما يطيح أسنانك وممكن هاي ما في أمل، لكن مثل ما قلنا مع مع العلم ومع الطب الأسنان كل شيء ممكن، التطور الكبير اللي صار. نعم شكرا لك دكتور، شكرا لكم يعطيكم العافية. للنهاية للأسف طافت حلقة الأحد بسرعة. مشاهدينا، ختام حلقة يوم الأحد من برنامجكم الصباحي صيف البحريني، يجدد اللقاء معاكم باكر من 10 ل 11 صباحا، نلقاكم على خير، مع السلامة.